خرجت مسيرة حاشدة في محافظة تعز تنديدا بانهيار العملة المحلية والمطالبة بوضع حلول عاجلة إزاء تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. وندد المتظاهرون بصمت وتجاهل السلطات الشرعية تجاه انهيار العملة الوطنية، كما طالبوا الحكومة الجديدة بعمل حلول عاجلة لانهيار الريال وسرعة معالجة الوضع الاقتصادي. وتعد هذه المسيرة الثالثة خلال أسبوعين في ظل حالة غضب واحتقان في الشارع نتيجة الوضع المعيشي الراهن. خرجنا من أجل الجوع والفساد داخل هذه المحافظة والبلاد بشكل عام، ونطالب بعودة الحكومة الشرعية إلى الوطن من أجل القيام بمهامها من داخل الوطن وليس من الاغتراب. كما نطلب من الحكومة أن تعمل على اقتلاع أو جذور الفساد منها. الشعب يعاني طبعا، الويلات احنا وصلنا إلى أسوأ مرحلة ممكن نوصل للمواطن. الآن يعني الصباح إنه لقمة العيش ليست بالمتناول. الوضع الاقتصادي متردي جدا جدا جدا، رافقه سقوط أخلاقي قيمي مختلف الحياة. الخروج اليوم هو خروج، المفروض ان كل المواطنين يخرجوا على اساس لقمه العيش.